من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا في باب التسليم وفضل المسلمين من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الايمان مركب من عقيده وعمل والعقيده ايضا مركبه من الاعتقاد بالتوحيد وبالنبوه وبالامامه وبالمعاد في يوم القيامه وكل واحد من هذه المفردات الخمس فيها تفاصيل الاعتقاد بالتوحيد ليس مجرد اعتقاد بان الله واحد لا شريك له، بل اضافة الى هذا الاعتقاد بان الله سبحانه وتعالى عالم، قادر، حي، له الاسماء الحسنى، ومبرأ من النقائص، وما الى ذلك من تفاصيل توحيدية. وكذلك بالنسبة الى النبوة الاعتقاد بنبوه محمد صلى الله عليه واله والاعتقاد بانه خاتم الانبياء اخير الانبياء لا نبي بعده والاعتقاد بالانبياء الماضين جميعا وعدم التفريق بين الانبياء فمن اعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه واله ولكن اعتقد بنبي بعد محمد فهذا كافر. وهكذا من اعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه واله ولم يعتقد بنبوة الأنبياء الماضين هذا أيضا خارج عن الإيمان. وهكذا بالنسبة إلى المعاد وبالنسبه الى الامامه التي هي موضوع حديثنا الامامه اعتقاد باصل الامامه بان الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه واله عين ائمه ثم الاعتقاد بواحد واحد منهم بدون ان يزيد فيهم احد كالفطحيه الذين زادوا عبد الله الأفطح وبدون أن ينقص واحدا منهم مثلا كالواقفة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ولم يعتقدوا بإمامة سائر الأئمة والاعتقاد بجميع ما جاءوا به فإذا واحد لا يعتقد بما قاله الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا ليس مؤمنا وإنما إيمانه ناقص فلذا يجب على الإنسان أن يعتقد بجميع ما جاء به تارة نعلم ما جاء به تفصيلا أعلم أن الإمام أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحكم بيّن هذا الأمر فأعتقد به تفصيلاً وتارة لا أعتقد ب لا أعلم ببعض ما جاءوا به لأن كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام كثير والإنسان علمه قليل فلا يعلم بكثير من هذا الكلام عدم علمه يضر بإيمانه إذا لا يرتبط بجانب اعتقادي لا يرتبط بجانب عملي يبتلي به هذا الانسان فهذا لا يضر بايمانه لكن يجب عليه ان يعتقد به اجمالا يعني يقول يا رب جميع ما قاله قال محمد انا اعتقد به مثلا نفرض الان تجي تسال واحد مؤمن متدين يعتقد بالائمه شنو هي احكام المضاربه واحد يريد تاجر عنده فلوس يعطيه لعامل يروح يتاجر بهذا المال شنو احكامها؟ يقول ما ادري شنو احكامها. وهي ليست محل ابتلائه يعني هو ما يريد يضارب. هل هذا نقص في ايمانه؟ لا هذا نقص في علمه. لا نقص في ايمانه. لذا الفقهاء يذكرون في بدايه الرساله العمليه يجب تعلم المسائل المبتلى بها عادة أنت الآن لازم كل يوم تصلي لازم تعرف مسائل الصلاة تعرف مسائل الصلاة وإذا لم يعرف مسائل الصلاة وصلى وكان في صلاة خلل وكانت باطلة هذا مو معذور يقال له هل لا تعلمت واحد واجب عليه أن يصوم يجب عليه أن يتعلم مسائل الصوم هسه واحد مو مستطيع. واجب عليه يتعلم مسائل الحج؟ لا. إذا استطاع وأراد أن يذهب إلى الحج لازم يتعلم المسائل، أو يكون عنده مرشد يعلمه المسائل. أو يأخذ بيده في عمل عمل، حتى عمله يكون صحيح. فإذا آل محمد عليهم الصلاة والسلام لهم كلام كثير. المسائل اللي هي أنا يعني ما مبتلي بها مو واجب أن أعلمها إن علمتها فهو فضل وزيادة علم وإن جهلت بها هذا ليس فيه خلل في الإيمان لكن واحد لازم لا يرد كلامهم يقول اللي أعلم أصدق به واللي ما أعلم أصدق به يعني أعلم بأن كلامهم صحيح ووالي أناس قوله قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري هذا الكلام صحيح فإذا الحديث يقول من سره أن يستكمل الإيمان يعني إيمانه يكون كامل كله ليكون نقص في إيمانه قلنا العلم غير الإيمان يمكن الانسان يجهل كثيرا من المسائل، لكن جهله لا لا يضر بعقيدته، واحيانا ذلك الجهل يضر، ان من سره ان يستكمل الايمان كله فليقل القول مني في جميع الاشياء، قول ال محمد، ما قالوه انا اعتقد به، اللي اعرفه بالتفصيل اعتقد به تفصيلا، واللي ما عرف بالتفصيل اعتقد به اجمالا. فيما اسروا يعني اخفوه، لان اهل البيت لم يقولوا لنا جميع علومهم. بعض علومهم خاص بهم، لكن هذا العلم الخاص بهم انا اعتقد بانه صحيح نعم، هسه شنو هو انا ما ادري لكن اعتقد بانه صحيح. فيما اسروا لم يظهروه للناس اما لعدم تحمل الناس او لاجل التقيه او لاجل انها علوم خاصه بهم وما اعلنوا يعني بينوه للناس وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني احيانا الائمه بينوا بعض الامور لكنها لم تصل الينا لانه في طول التاريخ كثير من الكتب احرقت كثير من الرواة قتلوا كثير منهم اضطروا ان لا ينقلوا ما سمعوه فبعض ما قاله ال محمد لم يصلنا لكن ذاك اللي ما وصلنا احنا نعتقد به وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحديث السابع من أحاديث هذا الباب عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: لقد خاطب الله أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه، قلت في أي موضع؟ قال في قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تعاقدوا عليه لان امات الله محمدا الا يردوا هذا الامر في بني هاشم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت قضيت عليهم من القتل او العفو ويسلموا تسليما الآيات القرآنية لها ظهر ولها باطن، لها تنزيل ولها تأويل، وبطون القرآن كثيرة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين من مصادق الكتاب، القرآن جميع الأمور موجودة في القرآن، قسم منها في ظاهر القرآن. وقسم آخر منها في باطن القرآن. ظاهر القرآن المحكم منه حجة للجميع، والمتشابه منه بعد إرجاعه إلى المحكم بواسطة الراسخين في العلم أيضاً حجة للجميع. فظاهر القرآن حجة للجميع. أما باطن القرآن نحن لا طريق لنا إليه. وانما الذي يعرفه رسول الله صلى الله عليه واله وعلمه الائمه عليهم الصلاه والسلام وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الذين علمهم الله ذلك التاويل وكذلك الباطن المقدار اللي الرسول والائمه بينوا لنا من باطن القران نسلم لهم فيه والمقدار الذي لم يبينوه لنا لمصلحة هم أعلم بها فنحن نسلم بأنهم يعلمون باطن القرآن وكله صحيح من الله سبحانه وتعالى. إذا اتضح ذلك نأتي إلى هذه الآية الشريفة التي هي في سورة النساء الآية رقم 64 و65 تمام الآية ينقل الإمام قسما منها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله أرسل الرسل مو فقط لمجرد الوعظ اللي أنت إذا عجبك أنا إذا عجبني أروح أستمع إلى وعظة وإذا ما عجبني ما أستمع إلى وعظة مثل الخطباء الذين يلقون كلماتهم اذا ترغب تشترك في مجلسه اذا ما ترغب ما تشترك في مجلسه الرسول ليس هكذا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله يعني بحكم الله هذا الرسول جاي لازم تروح تستمع له ولازم تطيع كلامه اطيع الله واطيع الرسول واطاعته باذن الله انت ما تقدر تطيع كل واحد الله أذن لك بل أمرك في أن تطيع الرسول والرسل زين لكن هناك منافقون وهناك عصاة هؤلاء ينافقون أو يعصون فيرفضون أمر الرسول فأمر الرسول هو أمر الله سبحانه وتعالى الرسول من نفسه ما يقول شيء وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا واحد نافق او عصى فلم يرد اطاعه امر الرسول او خالف امر الرسول او قرر في نفسه ان ينقض امر الرسول صلى الله عليه واله او نهيه. هذا ظلم كبير للنفس. الانسان يظلم نفسه بذلك لان الله سبحانه وتعالى خلق الجنة للناس ليؤمنوا ليرحمهم وحذرهم ان عصوا مصيرهم الى النار فاذا واحد يقدر يجعل نفسه من اهل الجنة بالطاعة لكنه جعل نفسه من اهل النار بالمعصية هذا ظلم نفسه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك هسه واحد يريد يتوب منافق يريد يتوب من نفاقه عاصي يريد يتوب من عصيانه الله فتح الباب الطريق مفتوح تقدر توب والله سبحانه وتعالى يقبل توبتك إن كانت توبة صادقة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يعني جاءوك تائبين معتذرين فاستغفروا الله يعني طلبوا من الله الغفران واستغفر لهم الرسول الرسول ما يجي يقول مثل ذول بعض الفرق التي تنتحل الإسلام تقول ماكو واسطة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى لا أكو واسطة الله جعل الواسطة أنت من وين تعرف الأحكام الشرعية؟ لأن الرسول بين لك. من وين تعلم بالقرآن؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان الواسطة في هذا القرآن. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الرسول واسطة في الوحي يبلغ أحكامه للناس، كذلك جعله واسطة في قبول التوبة. هسه البعض يقول هذا كان في زمن حياة الرسول اما في زمن موت الرسول خلاص هاي الايه ما لها مصداق كلا كما ان حياة الرسول ووفاته هذه ما تصير سبب في انه اللي كانوا في حياة الرسول يعملون بالوحي واللي بعد وفاه الرسول يعني لا يعملون بالوحي لان الواسطه قد مات مثلا كلا الرسول في قبره له حياة برزخية. كما أن التشريع لا فرق فيه بين حياة الرسول ووفاة الرسول صلى الله عليه واله كذلك وساطته للمؤمنين حيا أو ميتا ما كفر، لأن الموت ليس نهاية كل شيء. هذا الدهريين الماديين الذين لا يعتقدون بوجود الله يتصورون أن الموت نهاية كل شيء، لا الميت يسمع وهو في قبره الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى قوم هود قوم صالح سائر الأقوام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم تكلم مع جثث هامدة نزل عليها العذاب أو الرسول صلى الله عليه وآله حينما في معركة بادر قتل جامع من المشركين منهم أبو جهل وأمية وغير ذلك خاطبهم يا فلان يا فلان يا فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا إيه الرسول لا يتمكن من هداية الأموات لماذا لأنه انتهى الأمر بعد ماكو مجال للهداية إذا مات كافراً وما انت بمسمع من في القبور، مسمع يعني شنو؟ يعني تهدي، انت لا تهدي من هو في القبر. اما انه صوتك يسمعه، نعم يسمعه. هسه هذا بالنسبة للميت العادي. بالنسبة للأنبياء والرسل، الأمر واضح أحياء إذا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون بحياة برزخية. الرسول صلى الله عليه واله والرسل أحياء عند الله سبحانه وتعالى يسمعون الكلام ويتوسطون للمؤمنين أيضا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يعني وجدهم الرسول صلى الله عليه وآله أهلا لطلب المغفرة لهم لوجدوا الله توابا رحيما كيف يجدون الله توابا رحيما؟ باخبار الرسول صلى الله عليه واله. الرسول يخبرهم ان الله سبحانه وتعالى قد تاب عليكم وقد رحمكم وكذلك في الاخره يجدونه يلمسونه ايضا لوجدوا الله توابا رحيما. ثم يقول في الايه التاليه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النزاع الذي وقع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إذا الحكم كان بغير صالحة لا يشعر بضيق في نفسه ويسلم تسليما هذه الآية شأن نزولها والمخاطب بها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله تأويلها يجري في الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهذا من بطون ال القرآن. وأمير المؤمنين نفس الرسول فما للرسول يكون لأمير المؤمن إلا فيما استثني فكما تذهب إلى الرسول وتطلب منه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى لك تذهب إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وتذهب إليه وتطلب به منه أن, يغفر أن يستغفر لك الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه واله حينما بلغ الناس حكم الله سبحانه وتعالى بأن خليفته هو الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام جماعة من المنافقين تعاقدوا فيما بينهم فيما بينهم تعاقدوا بأن لا يدعو الامر يصل الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام هكذا تعاقدوا في مكه كتبوا صحيفه دفنوها في الكعبه وتعاقدوا فيما بينهم هكذا ليش اولا المنافقون اصلا ما كانوا يعتقدون بالرسول صلى الله عليه واله ولا بالاسلام ما كانوا يريدون استمرار الاسلام هذا من جهه من جهه اخرى كانوا يبغضون امير المؤمنين عليا بشخصه ليش لان مجموعه منهم اباؤهم اخوانهم اقرباؤهم اشتركوا في الحروب ضد رسول الله، في الحروب التي شنت ضد رسول الله وضد الاسلام وقتل وقتلوا بسيف امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام فكان عندهم بغض مضاعف لامير المؤمنين، مع ان امير المؤمنين دافع عن الاسلام ودافع عن الرسول. اذا والده اخوه عمه خاله اراد قتل الرسول وجاء لمحاربه الاسلام باغيا، وطبيعي المسلمون يجب عليهم ان يدافعوا، وفي الحرب يقتل المحاربون او كثير منهم. فبغضهم لا محل له، لكن هكذا النفوس تابعه للشهوات وتابعه ل الأوهام النفسانية فتعاقدوا أن لا يدعوا الأمر يرجع إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هؤلاء إذا كانوا يريدون أن يتوبوا توبة حقيقية يمكنهم بعد رسول الله أن يرجعوا إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ويطلبوا منه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى لهم كما كانوا يطلبون من الرسول في حياته ان يستغفر لهم، وكما بالنسبه للانبياء السابقين اولاد يعقوب قالوا لابيهم يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي. فتاويل هذه الايه او جريها بعد رسول الله صلى الله عليه واله في الائمه عليهم الصلاه والسلام، وبالفعل يعني مجموعه من أصحاب الرسول في يوم السقيفة خذلوا أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام لكنهم بعد ذلك تابوا ورجعوا إذا كانت توبة حقيقية وأمير المؤمنين استغفر لهم الله سبحانه وتعالى يغفر لهم شنو المشكلة في ذلك؟ لطف الله ورحمته تشملهم الحديث الثامن وهو أخير أحاديث هذا الباب باب التسليم وفضل المسلمين عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى آخر الآية في سورة الزمر قال هم المسلمون لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاءوا به كما سمعوه هذه الايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه المفسرون فسروها بطريقتين الذين يستمعون القول شنو المراد من القول التفسير الاول ان يستمعوا مختلف الاقوال حقها وباطلها فيتبعون احسنه احسن الاقوال من هو يا هو القول الحق هذا التفسير الأول. بعض المفسرين قالوا لا، الذين يستمعون القول، القول يعني القرآن. شنو عندك أنت تستمع إلى الكلام الباطل؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الضمير ما يرجع إلى القول، لأن كل القرآن هو أحسن. الضمير يرجع إلى الاتباع المستفاد من كلمة فيتبعونه. يعني فيتبعون أحسن الاتباع يتبعون القرآن أحسن الاتباع شنو هو أحسن الاتباع؟ وظاهر هذا الحديث تفسير الآية بالمعنى بالتفسير الثاني تستمع إلى القرآن فتتبع القرآن بأحسن الاتباع شنو هو أحسن الاتباع؟ يقول أحسن الاتباع التسليم عجبك ما عجبك طابق شهواتك ما طابق شهواتك مو مهم، تعتقد قلبا وتعمل عملا هذا هو التسليم. إذا سمعت الحديث لا تزيد فيه ولا تنقص منه بما يغير المعنى، لأن أحيانا واحد يسمع الكلام هذا الكلام ما يعجبه يغير به إما بزيادة أو بنقيصة مثل ذاك اللي اجى عند المهدي العباسي وجده يلعب بالحمام فروى له حديثا عن رسول الله وأضاف فيه الرسول يقول لا حسب هذا الحديث لا سبق إلا بخف أو حافر اضاف او جناح لانه شافه ده يلعب بالحمام. السلطان العباسي فرح من هذا الكلام لانه هذا ده يأيد باطله. فامر باجازته بان يجاز يعني يعطى جائزه. فلما ولى نظر الى قفاه قال اشهد ان قفاه قفا كذاب يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه واله لان في الحديث ماكو او جناح. لكن عجبة كذب عجبة زيادة أو نقيصة في الحديث يغير المعنى هذا افتراء على الله على الرسول على الأئمة التسليم الحديث تنقل كما هو بدون تغيير المعنى هذا هو التسليم هم المسلمون لآل محمد ومن مصادق التسليم الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه مو معنى أنه ما يوضحون الحديث أو ما يختصرون لا زيادة أو نقيصة تغير المعنى وإلا إذا واحد سمع حديث سطر ساعة قام يشرح هذا الحديث هذا جيد أو إذا خطبة طويلة مثلا اختصرها لا بأس بذلك احنا عادة عندما نستمع إلى كلام طويل نختصر بكلمتين مو مشكلة لكن أن تكون زيادة أو نقيصة مغيرة للمعنى جاءوا به كما سمعوه المعنى نفس المعنى بدون ما تغيره هذا هو التسليم هذا هو المدح الذي يمدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون أحسن هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين